طابت أوقاتكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج أوراق فلسطينية. اليوم سنتحدث عن مسيرة العودة الكبرى، أهدافها ومقومات استمراريتها واستراتيجية المحافظة على سلميتها، كما وسنشير إلى ضرورة توظيف تلك المسيرات، مسيرة العودة، في استعادة اللحمة الفلسطينية بين شطري الوطن غزة والضفة الغربية، وكذلك سنشير إلى التعاطي الدولي مع الرد الهمجي الإسرائيلي حيال تلك المسيرات السلمية. ولكن قبل الخوض في تفاصيل أوراقنا حول مسيرة العودة الكبرى، نطالع أبرز أهداف فلسطين للأسبوع المنصرم ونعود إلى التفاصيل. خمسة عشر شهيداً وأكثر من 1500 إصابة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مسيرة العودة التي انطلقت الجمعة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. إدانة فلسطينية وعربية ودولية لاستخدام القوة المفرطة في غزة، ودعوات دولية للتحقيق المستقل في الأحداث بعد إفشال واشنطن جلسة لمجلس الأمن لإصدار بيان بشأن غزة. وزير الجيش الإسرائيلي فيكتور ليبرمان يرفض دعوات للتحقيق بأحداث غزة، ومنظمة حقوقية إسرائيلية تقول إن القطاع ليس ساحة حرب وإطلاق النار على المتظاهرين العزل جريمة. المفتي العام يقول إن استفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى تنذر بحرب دينية. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كريمبول يحذر من التدهور الخطير للأوضاع في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصدر تعليمات بالدفع بقانون منع الآذان مجدداً للمصادقة عليه خلال الدورة القادمة للكنيست. الإحصاء الفلسطيني يعلن أن عدد سكان فلسطين داخل أراضي عام 67 بلغ أكثر من 4 ملايين نسمة. نيكولاي ميلادينوف المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط يقول إن إسرائيل لم تتخذ أي خطوة لتنفيذ القرار الداعي لوقف الاستيطان في فلسطين. الأوقاف الفلسطينية تستنكر قرار الاحتلال السماح بأداء طقوس قرابين الفصح قرب المسجد الأقصى. الاحتلال الإسرائيلي يهدم أكثر من 2000 مبنى في النقب خلال العام 2017. بمسيرة العودة الكبرى في الذكرى 42 ليوم الأرض، ينضو الفلسطينيون ثوب التفاوض والمقاومة المسلحة ليدشنوا لمرحلة نضالية جديدة، السلمية نهجها والجماهير وقودها. ما مقومات استمرار الزخم الجماهيري الذي شهدته جمعة الأرض، وما استراتيجياته للحفاظ على سلمية النهج المتبع لتحقيق العودة ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية؟ علم فلسطين كان عنوان هبة الأرض والعودة، هل يمكن لذاك المشهد أن يقلب لوحة الانقسام إلى نقيضتها؟ هذه المحاور ستكون منطلقات حوارنا لهذا اليوم في برنامج أوراق فلسطينية مع ضيفي من رام الله عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عمر شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أهلا بك. وهنا من الأستوديو القيادي في حركة حماس الأستاذ مشير المصري. ولكن اسمحوا لي أن نطالع هذا التقرير الذي سيرصد حصادا لمسيرة العودة منذ الجمعة إلى يومنا هذا. بعد الوصول لطريقة ابتكارية في إظهار جوهر القضية الفلسطينية، التف الكل الفلسطيني حول فكرة الخروج بشكل جماعي بالقرب من نقاط التماس في الأراضي الفلسطينية بمسيرات باتت تعرف بمسيرة العودة الكبرى، جاء انطلاقها متزامنا مع الذكرى 42 ليوم الأرض. مسيرات حاشدة حظيت مشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية التي أكدت على ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. جنود الاحتلال استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأطلقوا النار على الجموع المحتشدة، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة المئات، مستخدمين الرصاص الحي وقنابل غاز المسيلة للدموع، ما دعا مستشفيات القطاع لإطلاق نداء استغاثة للتبرع بالدم. قيادة الجيش الإسرائيلي هددت أنه في حال تصاعدت المظاهرات الفلسطينية بالقرب من السياج الأمني وأصبحت أكثر حدة، ستقصف أهدافا داخل قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المواجهات بوتيرة متصاعدة حتى الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية لنقل سفارتها للقدس في 14 من مايو أيار القادم، الأمر الذي يمكن أن يفجر الأوضاع بشكل يصعب السيطرة عليه لتصبح المواجهات مفتوحة. لأبدأ معك أستاذ عمر، ويعني الزخم الجماهيري الذي شهدته جمعة الأرض في 30 من مارس لهذا العام، والشكل النضالي الجديد الذي طرحه الفلسطينيون، ما مقومات استمرارية هذا الفعل الجديد وتحويله إلى نهج متبع في المطالبة بالحقوق الفلسطينية؟ يعني بعد الترحيب بالضيوف المشاركين في هذه الحلقة، أود أن أشير بأن شكل وضرب النضال الشعبي هو ضرب ليس بجديد على النضال الوطني الفلسطيني، لا بل هو جزء من النضال التاريخي للشعب الفلسطيني منذ بدايات المشروع الاستيطاني والاستعماري الصهيوني في الأرض الفلسطينية. وبالتالي العديد من الثورات الشعبية والنضالات الشعبية في مطلع القرن الماضي وحتى يعني اليوم، هذا النهج وهذا الأسلوب هو جزء لا يتجزأ من النضال الوطني الفلسطيني ومن أشكال النضال الوطني الفلسطيني، ولكن وهجها في السنوات الأخيرة ذاك النهج أستاذ عمر قل، اليوم يستعاد هذا الوهج. لا شك بأن ما جرى يعني في 30 من آذار في غزة هو يعني مؤشر على مدى أهمية انخراط الجماهير الشعبية في النضال، ويؤكد أهمية النضال الشعبي على ضرب الانتفاضة والمقاومة، باعتبار هذا الضرب هو الذي يؤسس و يبني لتعزيز وتطوير النضال الوطني الفلسطيني بالنهوض بهذا النضال ووضعه على أبواب انتفاضة شعبية شاملة في داخل فلسطين المحتلة. مقومات الديمومة أستاذ عمر لنتحدث عنها. ومن جانب آخر كيف؟ مقومات الديمومة في هذا الفعل النضال. ولا شك بأنه أشرت هذه الحركة الشعبية وهذه المقاومة الشعبية لأهمية الدور الحاسم للناس وللجماهير في التغيير، ولا شك بأن مقوماتها متوفرة وهي تنبع أولا من الحصار الوحشي والإجرامي والعدوان الصهيوني والتواطؤ الرسمي العربي، وأولا وقبل كل شيء الهجوم الذي تمثله الإدارة الأمريكية وما يسمى بصفقة القرن الهادفة إلى تمزيق الشعب والأرض والهوية وصولا لتمزيق منظمة التحرير الفلسطينية. ولا شك بأنه شرطها الأساسي للتطور وللنهوض بالنضال الوطني الفلسطيني بكافة أشكاله هو ضرورة وجود برنامج موحد لهذا الحراك وقيادة موحدة لهذا الحراك، وما رأيناه في غزة بالأمس أثلج صدور أبناء الشعب الفلسطيني حين كان يرى قيادات فتح وحماس والقوى الديمقراطية، وفي الوقت نفسه أعلنوا عن هدف واضح، هذا الهدف يقوم على التمسك بالأرض والتمسك بالهوية والإصرار على حق العودة، وهي شعارات وأهداف يلتف حولها كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل قوى السياسية والاجتماعية. طيب أستاذ مشير، يعني في تقييم لمسيرة العودة الكبرى بيومها الأول وإلى اللحظة، فقد عكست وكما يعني صرح الكثيرون بأنها نعي وتشييع لصفقة القرن الكبرى ولمشاريع التصفية، الحديث عن استراتيجيات ورؤى تحدد أهداف هذه المسيرات مهم بهذه المرحلة، هل من رؤى فعلا تحتضن وأهداف حاضنة لهذه المسيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياك على سيد روان وتحية لجميع الضيوف الكرام وإلى جميع المشاهدين. أعتقد أن هذه المسيرة بهذا الحشد الكبير أعتقد الذي فاجأ الجميع، وهي تتوشح باسم مسيرات العودة،
وتصل إلى حدود الزائل مع العدو الصهيوني، وتلتقي فيها كل أطياف اللون السياسي الفلسطيني، تأتي في لحظة تاريخية فارقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل ما يسمى بصفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال هذه المشاريع التصفوية لقضيتنا العادلة. جاءت هذه المسيرة لتصوب الطريق الوطني السليم من خلال أولاً وحدة الموقف الفلسطيني الذي أكد شعبنا أن ما يلتقي عليه هي ثوابته وحقوقه، وهي التي تجمعه بعد أن فرقته البرامج السياسية المختلفة في هذا الأطار. والأمر الثاني هو حيوية الشعب الفلسطيني وقدرته على المبادئة والمبادرة والتنوع في أشكال النضال والمقاومة للعدو الصهيوني. الأمر الثالث هو إعادة القضية الفلسطينية إلى وهجها وإلى مربعها الأصيل، وهي أن قضية أرض وقضية لاجئين، وأن حق العودة حق مكفول. إن تنكب العدو الصهيوني تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة وخاصة قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين وتعويضهم، فإن الشعب الفلسطيني يمكن أن يبادر بذاته لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع من خلال هذا التماس. إذن هناك هدف موحد تحمله كافة الفصائل الفلسطينية، يعني يقود هذه المسيرات لنقل. أكيد، لأن هذه المسيرة لم تدعو إليها قوة فلسطينية أو فصيل بعينه، بل هي الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار. أستاذ عمر، يعني المطلوب اليوم فلسطينيا وتحديدا من القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتكن وقودا لهذه المسيرات وتضمن ديمومتها، ما هو؟ بداية يعني وقبل كل شيء أود أن نتوجه بتحية الإكبار والفخر والاعتزاز إلى الشهداء الذين قضوا على درب التحرير والعودة، إلى أهالي الشهداء والجرحى، متمنين لهم الشفاء. وأولا وقبل كل شيء يجب تلبية الحاجات الملحة والمباشرة، ونتوجه اليوم من هنا إلى الإخوة في الحكومة الفلسطينية للتوجه إلى غزة بكافة الوزراء للقيام بواجباتهم في دعم صمود وفي تلبية الحاجات الملحة الطبية والصحية والاجتماعية لأبناء شعبنا في حركتهم المستمرة والدائمة. ومن جانب ثاني لابد من أن تشكل هذه المسيرة بداية نهوض وحراك شعبي أوسع على مستوى كل الشعب الفلسطيني، ليس في داخل الوطن في داخل مناطق 48 والضفة الغربية والقدس فحسب، بل في مناطق الشتات والمخيمات وفي الوقت نفسه في البلدان العربية، لأن الشعب الفلسطيني هو يقوم بالدفاع عن شرف وحقوق وقيم ومصالح الشعوب العربية والأمة العربية والأمة الإسلامية جمعاء. وبالتالي لابد من أن تكون هذه الخطوة بمثابة محرك وبمثابة قوة تترك مفاعيلها على كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية. بالتأكيد سيد مصري، يعني تصدر حماس لهذه المسيرات سواء بالتنسيق أو المشاركة وحضور للقيادات، هل يعكس أن حماس اليوم تنتهج أسلوبا جديدا في النضال، أو تنتهج النضال السلمي كبديل عن المقاومة المسلحة تحديدا في هذه المرحلة الحساسة وبعد ثلاثة حروب لنقل لم تحقق الأهداف المرجوة فلسطينيا؟ دعني أؤكد بأن حركة حماس هي مكون أساسي من مكونات المشهد السياسي والشعب الفلسطيني، وحركة حماس خاضت كل الوسائل كما قوى الشعب الفلسطيني وسائل النضال والمقاومة مع المحتل، وليس هناك خيار بديل عن خيار آخر. نحن لا نؤمن بالخيارات المحددة. أنا تحدثت مرحلياً. نعم المحددة. خيار المقاومة هو خيار استراتيجي لدى حركة حماس. نحن في معركة الإعداد وتراكم القوة، وأعتقد أن المعارك مع العدو الصهيوني التي خاضتها غزة لا شك أنها أحدثت حالة من التوازن الاستراتيجي في أدوات الرعب
بيننا وبين العدو الصهيوني، وصنع التراكم في حالة الصمود والثبات ومقارعة المحتل. لكن ليس بالضرورة معركة في عام واحد أو في شهر معين هو كفيل بأن يغير معادلة الصراع مع العدو الصهيوني الممتد منذ نحو 70 عاما. بحصاد النتائج أقول وبالأهداف المرجوة اليوم، قد تكون حماس يعني شعرت بأنه هذا النهج لم يحقق الأهداف الفلسطينية فغيرت، وهذا حال السياسة يعني الثابت الوحيد هو التغير. لا، هو أن نسلك كل الخيارات دفعة واحدة. قد يكون في مرحلة ما خيار معين هو أجدى من الخيار الآخر، قد نتقدم خطوة في خيار، نؤخر خطوة في خيار آخر. هذه هي لغة الإبداع التي يمارسها الشعب الفلسطيني في مقارعة العدو الصهيوني، أن أدوات الصراع مع الاحتلال الصهيوني أدوات متنوعة، وينبغي أن نستثمر كل هذه الأدوات وأن نتحين الفرص والأوقات المناسبة لاستخدام أداة دون أداة أخرى، لكن ليست هناك ثمة أداة بديلة عن الأخرى. من هنا أعتقد اليوم في ظلال صفقة القرن وفي ظلال محاولة العدو الصهيوني والأطراف الداعمة له شيطنة قطاع غزة واعتبارها بأنها بمثابة أنفاق تحت الأرض وأنها منطقة إرهابية وأنها منطقة معزولة عن الكون، اليوم جماهير الشعب الفلسطيني وتصدر حركة حماس لهذا المشهد مع القوة الفصائل الفلسطينية إنما هو لتصويب معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، لإظهار البعد الإنساني للقضية ولإظهار مظلومية الشعب الفلسطيني ولتأكيد بأن قضية شعبه ليست قضية صاروخ أو رصاصة هنا وهناك، بل هي قضية أرض وقضية لاجئين مشردين في أصقاع الأرض، وفي المقابل ظهرت دموية العدو الصهيوني الذي واجه هذه المسيرات السلمية والشعبية بالإرهاب والإجرام والإعدام المباشر للأطفال والنساء والشيوخ وللشباب الذين مارسوا دورهم بكل سلمية في هذا الأطفال. اسمح لي أن أرحب بعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأستاذ أسامة القواسمي الذي انضم إلينا عبر الهاتف. أعتذر، انقطع الاتصال بالأستاذ سامي القواسمي. لأعود إليك سيد شحاتة ولنتحدث عن يعني التعويل على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بأنه يجرى تحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي أحدثت أو ألحقت بحق الفلسطينيين الجمعة الماضي، وأيضا المأمول من اجتماع الجامعة الذي يتم الحديث عنه عربيا للمندوبين، وما المطلوب أيضا عربيا حيال هذا الحراك الذي لنقل لربما أعاد الوهج فعلا بالمعنى السياسي للقضية الفلسطينية. لا شك بأن مسيرات يوم الأرض شكلت انعطافة نوعية في الواقع الفلسطيني الراكد الذي كان يعيش مآسي الانقسام ويعيش أيضا شكل من أشكال الحصار الوحشي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي محاولات مستميتة لتصفية القضية الفلسطينية وحرف الأنظار عن حقيقة وجوهر العدو الصهيوني وجرائمه تجاه الأرض والإنسان والمقدسات. وبذلك فإن ما جرى في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هو مقدمات، لكن في الوقت نفسه ليس الشكل الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني. وكما قلنا فإن المرحلة التي تتسم بطابعها التحرري الوطني والديمقراطي تتطلب برنامج موحد وقيادة موحدة، ونحن عشية هذا الوضع وعشية ذكرى يوم الأرض طالبنا ونطالب برفع الحصار الفوري أولا وقبل كل شيء ووقف كل العقوبات التي يئن تحت أثقالها أبناء طيب الشعب. دعني أتلقف منك هذه الدعوة سيد شحاتة. بس أكمل الإجابة. اسمح لي لأنه انضم إلينا عبر الهاتف. أكمل الإجابة. تفضل. فعشان هيك النضال الوطني الفلسطيني هو نضال ضمن استراتيجية متعددة الأشكال. ولما سألتي عن موضوع غوتيريش ودعوته، هذه الدعوة كويسة ولكنها غير كافية. والمطلوب أن تقوم القيادة الفلسطينية بدورها في التحرك على المستوى الدولي في مؤسسات الأمم المتحدة في المحاكم الدولية
في فضح حقيقة هذا النظام الصهيوني الفاشي الذي يمارس عملية القتل المباشر للمتظاهرين، والذي يستخدم القنابل ويستخدم المدفعية في الهجوم على المتظاهرين، ما يؤشر إلى حقيقة هذا النظام الإجرامي والذي لا يجوز مواجهته إلا بمقاومة شاملة بكافة أشكال المقاومة المجدية، والتي تخدم في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في رفع الحصار ونيل الحرية والاستقلال والعودة. طيب أعتذر مجددا سيد شحاتة، ولكن كنت أود أن أتلقى فكرتك لألقي بالسؤال على السيد القواسمي الذي انضم إلينا عبر الهاتف، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. يعني السؤال اليوم مطالبة سواء من السيد عمر أو من الكل الفلسطيني هنا بغزة بأنه يتم رفع الإجراءات الموجهة ضد مواطني قطاع غزة من قبل القيادة الفلسطينية، والإتيان هنا إلى غزة لحساسية هذا الموقف الذي يعني اليوم يشهد القطاع جراء يعني اهتياج مسيرات العودة. سيد القواسمي تفضل. يعني نحن الآن في صدد الدماء العزيزة الغزيرة التي سفكت بالأمس، وعلينا أن نركز جميعا كفصائل وقوى وطنية وإسلامية على الساحة الفلسطينية على حجم الإجرام الإسرائيلي ونظام الأبرتهايد العنصري، ووصف إسرائيل بالصفة التي تستحقها بأنها الوجه الثاني لمعاني الأبرتهايد ولنظام الفاشية الحقيقي في هذا العالم. لذلك نؤكد أننا نستغل هذه الفرصة لنترحم على الشهداء ونقدم العزاء لذويهم ولشعبنا الفلسطيني. نعم، نقول الشعب الفلسطيني موحد خلف قضية أساسية وهي الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلينا أن نبني على الذي جرى بالأمس في غزة هاشم وفي الضفة الفلسطينية، حيث خرج الشعب الفلسطيني في أبهى صور المقاومة الشعبية التي لم نتمسك بها. سيد قواسمي، انتقال هذا الدفق الجماهيري من غزة إلى الضفة وإلى الخارج ليعبر عن جموع مطالب اللاجئين الفلسطينيين، كيف يمكن أن يبنى عليه ولا زال الشرق قائما بين غزة والضفة؟ أعتقد أنه طيلة السنوات الماضية بالرغم من الانقسام الذي أضر بالكل الوطني، إلا أن الضفة وغزة خرجوا، قد تكون وتيرة في غزة أكثر، قد تكون تارة في الضفة أكثر. علينا أن لا نقسم حتى في النضال ما بين غزة والضفة، كلنا وطن واحد، وعلينا أن نرسخ مفهوم المقاومة الشعبية الشاملة، كما رأينا آلاف المواطنين بل عشرات الآلاف الذين خرجوا بشكل شعبي سلمي، ولكنهم أقوى من صواريخ الإسرائيليين، ووصلت كلمتنا بصدورنا العالية بحناجرنا التي دوت الله أكبر فلسطين القدس العاصمة، شعب واحد يريد الحرية، يريد الاستقلال. طيب، لا يريد الظلم. دعم صمود الشعب في قطاع غزة ألا يستدعي من فتح ومن السلطة أن ترفع فعلا الإجراءات عن غزة؟ نعتقد أننا جميعا نبحث عن الوحدة الوطنية، لا أحد يفكر وعلى رأسنا السيد الرئيس أبو مازن بمعاقبة أحدا بالمطلق، ولكن في هذا الموضوع وقلت منذ البداية علينا أن نركز على جرائم الاحتلال، ولكن على عجالة حتى لا ندخل في جدل بيزنطي أمام هذا الدم. نقول بحثنا 11 عاما يعني عن الوحدة الوطنية في كل مكان في العالم، نعتقد أننا قريبين الآن بالرغم من مما جرى، ولكن لا أريد أن أخوض أكثر في هذا الموضوع. يجب إنجاز الوحدة الوطنية باعتبارها ممرا إجباريا للكل الوطني للوصول إلى الحرية والاستقلال، وهناك مواضيع أخرى يجب التحدث بها ولكن بعيدا عن الإعلام. أشكرك. ولكن اليوم نحن نتحدث عن وحدة الشعب التي وقفت قوية أمام هذا الجبروت الإسرائيلي، وفعلا لقنت الإسرائيليين درسا وأعطت العالم نموذجا في الحرية والاستقلال وكيف تكون الإرادة الفلسطينية. أشكرك أستاذ أسامة القواسمي، العضو المكتب الثوري لحركة فتح، كنت معنا عبر الهاتف. وفاصل مشاهدينا وسنستكمل الحوار حول مسيرة العودة الكبرى، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. سيد مشير، يعني حماس اليوم وبتمنيها لهذا النهج السلمي في النضال الجماهيري، هل هي أقرب إلى منظمة التحرير ونهجها؟ هل اقتربتم من رؤية
منظمة التحرير ورؤية الرئاسة الفلسطينية؟ على المستوى السياسي بالتأكيد هناك فرق في البرامج السياسية، لكن هذا لا يمنع أن نلتقي على بعض الأدوات. الأدوات الشعبية والسلمية لم تنفك عن حركة حماس. حركة حماس جزء أصيل من انتفاضة القدس التي يخوضها شعبنا في الضفة الغربية، والكثير من والعديد من أبناء حركة حماس نفذوا يعني عمليات سكاكين وإلقاء حجارة وغيرها في الضفة الغربية. ربما ساحة غزة كانت مغايرة أمام المعارك التي خضناها. اليوم بمعنى أن حركة حماس لم تغادر مربع العمل الشعبي والعمل والمقاومة السلمية، لكن هذا بالتأكيد كما أسلفت ليس بديلا على خيار الجهاد والمقاومة، الذي أعتقد اليوم أن حركة حماس في قطاع غزة تمتلك قوة أضعاف مضاعفة عما كانت عليه منذ قبل لمقارعة العدو الصهيوني، وهذا بالتأكيد ما يحسب له العدو الصهيوني ألف حساب، وإلا لكانت ساحة قطاع غزة شبيهة بساحة الضفة الغربية، تجوبها قوات الاحتلال كيفما شاءت وفي الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريد. لكن اليوم قوة المقاومة صنعت من غزة اليوم أسطورة أحدثت حالة من التوازن في أدوات الرعب بيننا وبين العدو الصهيوني. لكن هل يمكن أن نلتقي على برامج مشتركة على برنامج مشترك؟ نعم، أعتقد أن اتفاقات المصالحة برمتها سواء من إعلان القاهرة أو من وثيقة الوفاق الوطني التي وضعت النقاط الحروف في الكثير من الخلافات السياسية في البرامج، وضعت برنامج الحد الأدنى الذي يمكن أن نلتقي عليه الكل الوطني، بما في ذلك الحديث عن الانتفاضة وثورة الشعب الفلسطيني الشعبية والسلمية في مواجهة العدو الصهيوني. لكن أي خيار لا يلغي الخيار الآخر في هذا الاتجاه. الأمر الثاني ما أردت أن أؤكد عليه وهو أن وحدة الموقف الفلسطيني تحتاج إلى تعزيز، وليست عملية طارئة واستثنائية في أطار مظاهرات يلتقى عليها كل الوطني. المطلوب اليوم حتى يستمر هذا التدفق وهذا الضخ بالدم وبالتضحية والفداء، لابد من تعزيز مقاومات الصمود والثبات لشعبنا الفلسطيني، ولابد من شعور أهلنا في قطاع غزة بأن هناك ثمة التحام بين غزة والضفة وكل مكونات الشعب الفلسطيني من خلال بالحد الأدنى كما تفضل الأستاذ عمر وكما تفضل ثم يتفضل كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل غيورين بضرورة رفع الإجراءات العقابية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة. المطلوب اليوم ليس لغة العاطفة، الدماء الغزيرة التي تسال اليوم تحتاج إلى مواقف وطنية جريئة ومسؤولة، ونتمنى أمام هذه الدماء وأمام وحدة الموقف الفلسطيني أن نسمع موقف صريح من السلطة ومن الحكومة برفع الإجراءات العقابية، لأنه ليس معقول أن تبقى هذه الإجراءات وأن يبقى الحصار مشدد على شعبنا الفلسطيني، لأن المستفيد من وراء ذلك هو العدو الصهيوني. ضرورة اليوم سيد شحاتة تحقيق الوحدة الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة بين شطري الوطن أو جناحيه غزة والضفة الغربية. لا شك هذا كلام سليم جدا وصحيح، والوحدة الوطنية هي شرط لانتصار النضال الوطني الفلسطيني الآن وفي السابق وفي المستقبل. ولذلك وعلى ضوء وصول مسيرة ونهج أوسلو إلى استخلاص رسمي على لسان القيادة الفلسطينية بأننا بتنا سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة، هذا الأمر يعني يفتح الطريق لمراجعة سياسية شاملة بدأت في المجلس المركزي الذي عقد في أذار 2015 وفي أيضا يعني مطلع هذا العام الأخير. وبالتالي فإن المراجعة السياسية هي المقدمة الضرورية للوحدة الوطنية الفلسطينية. ولا شك أن الإخوة في حركة حماس وفي كل القوى الوطنية والإسلامية توصلوا إلى أن علينا أن نعيد بناء منظمات التحرير باعتبارها ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني على أساس تشاركي وديمقراطي، وتنفيذ مقررات الوفاق الوطني وآخرها قرارات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في بيروت في مطلع العام الفائت، وهو الأمر الذي يتطلب في هذه اللحظة السياسية الانعطافية حيث تتكالب قوى الشر الإمبريالي الصهيوني والرجع على القضية الفلسطينية لتصفيتها وعلى القدس وعلى الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى حق اللاجئين، ما يستدعي دعوة عاجلة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير التي تشارك فيها كافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل أن تتدارس مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته، ومن أجل
دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني من أجل تنفيذ قراراتها ووضع الأسس الوطنية والديمقراطية الكفيلة بعقد مجلس وطني توحيدي بتوقعاتكم سيد شحاتة الجميع وعلى أساس الاتفاقات الفلسطينية بتوقعاتكم المشكلة. يعني هل من جديد سيطرأ على جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها في ظل هذه التطورات الحساسة، وهل هل هل يمكن أن يكون هناك تراجعات لتشمل هذه الجلسة الكل الفلسطيني أو تضمن مشاركة الكل الفلسطيني؟ لا شك أنه عقد مجلس وطني انفرادي لا يخدم أحد، على العكس يضر الجميع، ونحن سنسعى بكل ما أتينا من قوة بما في ذلك في اللقاء المرتقب ما بين وفد قيادي من الإخوة في حركة فتح ووفد قيادي من الجبهة الشعبية سيلتقي في الخارج من أجل يعني الوقوف على السبل الكفيلة بعقد مجلس وطني توحيدي يوفر الأساس الضروري والإلزامي والذي لا غنى عنه لمواجهة المخاطر التي تمثلها صفقة ترامب التي تتبنى الحل الإسرائيلي الصهيوني، ومواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة وخارجها. ولا شك بأن مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي التي يعيشها الشعب الفلسطيني تشترط اشتراطا حتميا يقوم على وحدة الشعب الفلسطيني وقيادته، وحدة برنامجه، ووحدة نضاله، ووحدة أداته على أساس موحد وتشاركي ينهي الحصار ويفتح الطريق لدحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة 194. وافر الشكر لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ عمر شحاتة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من رام الله. أستاذ مشير، يعني اليوم في حديث أنه مصر ستتدخل لنقل لضبط الموقف وللسيطرة على التجاوزات الإسرائيلية لنقل، هل من تواصل بينكم وبين القيادة المصرية لضبط والمحافظة على سلمية هذه المسيرات؟ لا شك التواصل قائم، ودعيني يعني أؤكد بأن أطراف دولية عديدة تواصلت مع قيادة حركة حماس مؤخرا للحيلولة دون خلينا نقول وقوع هذه المسيرة، لكن هناك إصرار من كل الوطن الفلسطيني بضرورة أن نعلي صوتنا أمام محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن. لا شك أننا لسنا في وارد حرب، وأن العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية الكامة عن هذا الإجرام والإرهاب الذي مارسه ضد مسيرة سلمية وشعبية وضد مدنيين كانوا يتوقون للذة النظر إلى الوطن المسلوب ويسعون إلى الترجمة ولو في بعدها النظري ابتداء لمقررات الشرعية الدولية بالعودة إلى الأرض المحتلة. وبالتالي هذه المسيرة قلنا لكل أطراف أن هذه المسيرة، مسيرة العودة الكبرى، تأتي في هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية كرد شعبي عارم على صفقة القرن. والأمر الثاني أيضا تأتي كرد على محاولات الاستجداء من بعض الأطراف العربية بالهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، وأن شعبنا الفلسطيني متناقض كليا مع هذا الاحتلال، ولا ينبغي لأي طرف عربي أن يتساوق مع العدو الصهيوني في أي تطبيع معه. والأمر الثالث أن هذا اليوم، يوم الأرض، كان يوم تاريخي ويوم مفصلي ويوم فلسطيني بامتياز، أعتقد أنه له ما بعده في مسيرات أيضا متتابعة وربما تكون أكثر شعبية وأكثر حماسة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وقدر الإمكان ستحافظ الفصائل على سلمية هذا الطابع لتلك المسيرات. أشكرك القيادي في حركة حماس الأستاذ مشير المصري. فاصل مشاهدينا ونستكمل أوراقنا الفلسطينية حول مسيرة العودة الكبرى، ابقوا معنا.
إلى تفاصيل باقي أوراقنا لهذا اليوم حول مسيرة العودة الكبرى، البعد الدولي، رد الفعل الدولي، وكذلك الهمجية الإسرائيلية في التعاطي مع تلك المسيرة. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي الأستاذ عمر خليل شاهين، أهلا وسهلا بك. ومن الأستوديو الأستاذ عصام يونس المدير مركز الميزان لحقوق الإنسان. لأبدأ معك أستاذ خليل، يعني اليوم هذه الهشاشة لنقل في الموقف الدولي بالتعاطي مع رد الفعل الإسرائيلي الهمجي والاكتفاء بالدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بأنه يطالب بإجراء تحقيق على هذه الجريمة، ألا تعطي إسرائيل مسوغا بالتمادي في ممارساتها الهمجية ضد تلك المسيرات السلمية؟ بالتأكيد أن مستوى ردود الفعل على المستويات العربية والدولية كلما كانت أكثر انخفاضا كلما شجعت إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين وخصوصا المتظاهرين العزل في قطاع غزة وربما أيضا في الضفة الغربية. نحن استمعنا إلى تصريحات تصل في عنجهيتها إلى التهديد مرة أخرى سواء من قبل وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان أو رئيس الأركان أيزنكوت بارتكاب المزيد من المجازر، ومنها التصريحات التي نشرت هذا اليوم على لسان أيزنكوت والتي يهدد فيها باستمرار في إطلاق النار. لذلك أعتقد أن العمل من أجل رفع سقف المواقف الدولية سوف يعتبر مهمة أساسية للقيادة الفلسطينية وللفصائل ولمؤسسات المجتمع المدني وكذلك للإعلام الفلسطيني للتركيز على هذه الانتهاكات وتطوير بعض المواقف. بالتأكيد لا يمكن لنا أن نتجاهل بأن هناك بعض المواقف التي جاءت استدراكا للإخفاق الذي حدث في مجلس الأمن بفعل الموقفين الأمريكي والبريطاني من خلال ما أعلنه الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل سويسرا وغيرها من تنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، سارعت إسرائيل إلى رفضها. لذلك أعتقد أن هذا المسعى يجب أن يستمر، ولكن أيضا يجب تسليط الضوء على ميادين أخرى غير قطاع غزة وعدم تركه وحيدا في مثل هذه المواجهة، بمعنى أن حالة العمل الشعبي الراهنة المستندة إلى حق العودة يمكن أن تنتقل أيضا وتعمم في مناطق أخرى. صحيح. فما المانع على سبيل المثال من أن تعمل القوى الوطنية في الضفة الغربية على تخصيص ميادين في الشمال في الوسط والجنوب على مسافة محددة من حواجز الاحتلال وأن تقوم بسلسلة من الفعاليات كما يحدث الآن في قطاع غزة وكذلك الحال في المناطق لتوحيد المشهد الفلسطيني إلى بعض البلدان في الشتات. وضحت اليوم سيد عصام، يعني نتحدث عن ضرورة استعادة دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في تفعيل دورها على الساحة الفلسطينية، وكيف يمكن لهذا الحدث أن يعيد الدور لمؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الفصائل التي يعني طوال الوقت هي المهيمنة على ساحات الحراك السياسي؟ ما دوركم اليوم في تلقف هذا الحدث لتفعيل دوركم؟ يعني الحدث أولا حدث فاجر هذه المرة عندما تطلق النيران على مسيرة سلمية الغرض الأساس منها كما كان واضحا لسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى أنه المقصود به في نهاية الأمر هو إيقاع الأذى في الصفوف المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي. مؤسسات حقوق الإنسان على وجه الخصوص والفاعلين القانونيين منذ عقدين وهم في حالة تواصل مستمر في محاولة لإحداث أثر ما تغيير ما. المشكلة الأساسية المشكلة البنيوية في الفعل قائمة على أن المجتمع الدولي يوظف ما يحدث هنا توظيفا نفعيا سياسيا، تغييب العدالة وتغييب المحاسبة. الكلمة المفتاحية في حالة الأراضي الفلسطينية هي المحاسبة. حرب 2008-2009 كانت واضحة عندما قصفت، وحرب 2014 قصفت منازل على رؤوس ساكنيها، شطبت عائلات بأكملها من السجل المدني، قصفت مساجد ومدارس ومحطات صرف صحي وما إلى ذلك، وشكلت لجنتان، الأولى برئاسة السيد جولدستون والثانية لجنة تقصي الحقائق في العام 2014، وكلاهما قالت بشكل واضح أن ما ارتكب في قطاع غزة هي جرائم حرب ترتقي إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وهذا يعني أنها هذا يسوقنا إلى سؤال مهم اليوم وهذا يترجم ما قلت. معيار القانون لنقل اليوم هو القوة، وأمريكا بقرار منها لغت أن يصدر بيان استنكاري لما جرى يوم الجمعة. كيف يمكن يعني أن يعد للقانون هيبته ويعبر فعلا عن القضايا العادلة؟
هو يعني عشان تكون الأمور واضحة، نحن أمام ثنائيات قائمة في كل الحالات ما بين نظرية وتطبيق، الجيد والسيء، الإرهابي والبطل، دائما الثنائيات قائمة. ولطالما وظفت كل القضايا في هذا المكان من العالم توظيفا نفعيا سياسيا. مرة أخرى هناك اختلال كبير جدا على المستوى الكوني في ميزان القوة وعلى المستوى الإقليمي، ونحن الفلسطينيين وقضيتنا قضيتنا هي هم الضحايا لذلك. عندما تراجعت قضيتنا بفعل نزاعات أخرى أصبحت الآن تحتل المشهد، سوريا واليمن وغيرها، لنتذيل القائمة. الآن أعتقد أن المطلوب هو إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية لحماية المدنيين لقواعد القانون الدولي بدفع قضيتنا للأمام. هذا الواقع القائم واقع فاجر، نحن لسنا من صنعه، ولكن هذا مشهد العلاقات الدولية القائمة. يجب على الضحية أن تحسن خطابها أولا، وثانيا أن تعظم الاشتباك السياسي والقانوني، بمعنى قوة الفلسطينيين الآن في تفوقهم الأخلاقي، لأن هناك مجرم يرتكب جرائم. تقييمك لحضور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بمسيرة العودة؟ يعني الموضوع أنه هناك توثيق على مدار الساعة موجودين في كل المناطق. وأذكر هنا بأن التاريخ لم يبدأ مع المسيرة، التاريخ قائم. نحن نتحدث عن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية. حتى الآن العالم لم يتحرك في ذلك، ولكن هنا أقول حول موضوع المحاسبة. من أمن العقاب حتما سوف يسيء الأدب. قوة الاحتلال طالما لا يوجد ما يخضعها إلى حد أدنى من المساءلة والمحاسبة، هي ترفض ما هو أقل من لجنة دولية. هي ترفض حتى أن تخضع لحد أدنى من المراجعة الدولية، وبالتالي هو يشعر أنه محصن. الجندي الإسرائيلي متفوق أخلاقيا، من يلام الضحية دائما ملامة على حصارها وعلى دمها وعلى ما يحدث بها. وبالتالي هي المشكلة، مشكلة الفلسطينيين في كيف نكون أولا أن نعيد الاعتبار لقضيتنا بالسؤال الأساس المركزي، من نحن، ماذا نريد، وكيف لنا نريد ما نريد. القادم أسوأ، بمعنى تغول الإسرائيليين في دمنا أصبح واضحا. حسمت القضايا الكبرى في الصراع، ابتدأت في القدس ولن تنتهي في موضوع اللاجئين. هي قضايا الآن برسم الجميع، برسم المجتمع الدولي وبرسم الفاعلين السياسيين في المجتمع. سيد خليل شاهين يعني تحدث عن العنجهية الإسرائيلية ودعم لنقل القوة والممثلة بالدولة المهيمنة على العالم أمريكا لهذا الكيان وعنجهيته. هذه العنجهية تضعنا أمام سيناريوهات بأنه هذا المحتل قد يستغل الفرصة لنقلنا من معسكر السلمية إلى معسكر القوة، ليبرر لنفسه تصعيدا عسكريا يجر الفلسطينيين إليه قصرا. كيف يمكننا حرف هذا المسار بذكاء والمحافظة على قانونية وسلمية هذه المسيرات؟ نعم، أنا أعتقد أن هذا السؤال هو من الأسئلة الجوهرية المطروحة منذ بدء مسيرات العودة. القضية الأساسية هنا أن التفكير السياسي الفلسطيني يجب أن يعتمد وسائل جديدة في التخطيط بشكل عام لكل أشكال النضال. هنا يدخل موضوع القوة وكيفية التعامل مع هذه القوة، أي أن نعيد تحليل ميزان القوة النسبي ما بيننا وما بين الأطراف الأخرى سواء كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة. ما الذي يعني ذلك؟ هو يعني باختصار شديد أن على الفلسطينيين أن يعظموا العوامل التي يوجد لديهم أفضليات فيها مقابل تحييد أو تجميد العناصر التي يعني يوجد لدولة الاحتلال وحلفائها أفضلية فيها، بمعنى أن تعظيم الاشتباك السلمي من خلال الميادين والحالة القائمة حاليا تؤدي في نهاية المطاف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب، وخاصة باستخدام الرصاص الحي والغاز وغير ذلك ضد التجمعات السلمية. وهو أيضا يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق حالة على المستويات الدولية والإقليمية تحاصر هذه العنجهية الإسرائيلية وهذا الانفلات العدواني تجاه المتظاهرين السلميين. كلما تمكننا من تعظيم العوامل التي يمكننا فيها الحشد، التصرف بشكل سلمي ومنضبط، توظيف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل البعد القانوني والحقوقي، أي عدم انتظار أحد لكي يتقدم نيابة عنا بإدانة إسرائيل، أن نتقدم نحن بملفات إلى المحكمة الجنائية، أن نتوجه مرة أخرى للضمان الحصول على فتوى قانونية فيما يتعلق بالقدس، فيما يتعلق باللاجئين وغيرها، أن نعيد التقدم مرة أخرى إلى مجلس الأمن، ليس لأجل الحصول على مكانة الدولة بل للحصول على
المزايا التي تحصل عليها الدول في الأمم المتحدة. وإذا فشلنا في مجلس الأمن نذهب إلى الجمعية العامة، هذا متاح ولكنه يتطلب إرادة سياسية. ثانيا يجب علينا أن نراعي تعميم الحالات الإيجابية على مجمل المناطق، يعني وليس فقط في قطاع غزة، بما يظهر وحدة الشعب الفلسطيني، بما يركز مرة أخرى على القضايا التي نستطيع فيها أن نفعل، بمعنى القضايا مثل حق العودة هي مصانة بالقانون الدولي، مصانة أيضا بقرارات الأمم المتحدة، وعلينا أن ندافع عن قضية اللاجئين. وهذه القضية من شأنها أن تعزز ليس فقط الإجماع الوطني الفلسطيني على حق العودة، بل وكذلك الإجماع على ضرورة أن يكون هناك عمل شعبي فلسطيني متواصل، ونتوجه أيضا ليس فقط على المستويات الرسمية، بل وأيضا إلى المؤسسات المجتمع المدني ومنظمات التضامن على المستوى العالمي، من الولايات المتحدة إلى ماليزيا، لكي نجندها في هذه المعركة. وضحت سيد يونس، يعني اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان رفض أن يتم التدخل بأي شكل من أشكال التحقيقات وبكل عنجهية، وأمريكا يعني نجحت في أنه تثني المجتمع الدولي عن أن يصدر بيانا استنكاريا، يعني الخطوة القانونية الأخرى المنوط بالفلسطينيين القيام بها. يعني اولا المشهد ايضا هناك قضيتان اساسيتين، خلال 24 ساعه يتم تعطيل اصدار قرار من مجلس الامن، اخرها كان الاستجابه لدعوه الامين العام بتشكيل لجنه للتحقيق او على الاقل للتحقيق فيما ارتكب من جرائم. لكن المهم على الرغم من رفض القرارين وعدم سماح الولايات المتحده بان يمارس مجلس الامن ولايته في حاله عدوان ونزاع من هذا النوع، ان غزه التي كان يراد لها أن تدفع جنوبا ألقت بنفسها شمالا وشرقا، وألقت بنفسها على أجندة المجتمع الدولي، ليضطر مجلس الأمن أن يناقش حتى لو رفض عقد الجلسة، على الأقل أثير الجدال وأصبحت قضية غزة على جدول الأعمال ليومين متتاليين ولا زالت تحتل المشهد. طيب صحت الأنباء حول توجه مجموعة من المؤسسات الحقوقية في غزة والضفة لمحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل بفعلها الهمجي مؤخرا، ما يعني على حدث أمس؟ هل لديكم من أنباء؟ وردتنا أنباء بذلك. على حدث أمس؟ نعم. هذا بهلوان، شغل بهلوانات هيك، يعني العمل القانوني عمل احترافي، نحن لازلنا نعمل على ملفات الحرب الأولى على قطاع غزة. محكمة الجنايات الدولية لا تدين، محكمة الجنايات الدولية هي جهة تقاضي، جهة تحقيق عدالة، بمعنى أن هناك مجرما يجب أن يعاقب، وبالتالي الموضوع ليس بروبوغندا، الموضوع يجب التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها. نحن منذ أن أصبحنا دولة في عام 2012 توفرت لنا هوامش كثيرة جدا، يجب أن نحسن استغلالها قانونيا وسياسيا. التدرج القانوني الصحيح لكي لا يتحول إلى بروبوغندا ما هو؟ أنا أعتقد العمل الآن، نحن بصدد مشهد لم ينتهي بعد، لم ينتهي بالتأكيد، يعني هناك ضحايا، هناك شهداء، لا زال 2 مفقودين. نحن طالبنا أمس وتوجهنا برسائل إلى منسق شؤون المناطق، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، للمدعي العام العسكري الإسرائيلي، بتمكين طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من الوصول إلى حيث يقال أنهم قد اختفوا. نتحدث عن 2 لأن مفقودين، وبالتالي المشهد لم يكتمل. التوجه إلى محكمة الجنايات عمل احترافي يجب أن يسند من الكل الوطني، وأعتقد أن دولة فلسطين توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية في عدد من القضايا، ونحن لدينا 4 بلاغات قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية على العدوان الأخير على قطاع غزة، على يوم الجمعة الأسود في رفح، الحصار المفروض على قطاع غزة وغيرها، وبالتالي هذا عمل مهم جدا، العمل القانوني مهم جدا، والتوجه إلى المحكمة الجنائية مهم جدا. إن لم نستطع تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية، يجب أن لا نترك مساحة أو فضاء يمكن تعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال دون استخدامه. وبالتالي التوجه لمحكمة الجنايات الدولية قائم وليس جديدا، ويجب الاستمرار في ذلك، ويجب أن توفر له كل الممكنات المهنية والقانونية لتحقيق الاختراقات المطلوبة. أنا لا أقول بأنه غير مطلوب، مطلوب جدا، ولكن مش الموضوع مش بروبوغندا ولا قفز في الهواء. بالتأكيد. نعم. بنصف دقيقة سيد شاهين، يعني لنقل اليوم هناك ترحيب من الحكومة الإسرائيلية بالسلوك العدواني الذي مارسه جنود الاحتلال بحق المسيرات السلمية، لنقرأ سويا بنصف دقيقة تعاطي الرأي العام الإسرائيلي مع هذا الترحيب، وهل هناك تقاطع أم يعني تناقض بين الموقفين؟
يعني هناك ميل جارف نحو اليمين أكثر فأكثر في إسرائيل، وهذا الأمر يشكل حاضنة لقادة الاحتلال السياسيين والعسكريين من أجل المضي أكثر فأكثر في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم. لكن في نهاية المطاف استطاعت غزة بهذا الحراك أن تضع قضية العودة والحصار على الأجندة اليومية في إسرائيل، سواء من خلال البرامج والحوارية في القنوات الإسرائيلية المختلفة، سواء فيما يتعلق بالصحف الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. دعينا هنا نقول أنه صحيح أنه لم يقتل أو يجرح أي إسرائيلي في مسيرات العودة، ولكن إسرائيل تصاب بهذا الحراك في مقتل يهدد شرعيتها القائمة على اغتصاب الأراضي وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقوق اللاجئين الفلسطينيين. أشكرك المحلل السياسي الأستاذ خليل شاهين، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من رام الله، والشكر للمدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ أو الدكتور عصام يونس. تفاصيل أوراقنا الثلاثة قد انتهت، والتي تمحورت حول مسيرة العودة الكبرى، الاستراتيجية والأهداف وضمانات الديمومة. طابت أوقاتكم مشاهدينا، تحياتي وفريق عمل برنامج أوراق فلسطينية، إلى اللقاء.